لاباس عليكم. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. رجعت لكم فيديو جديد وفلوق جديد. هذه المره راسي اول مره كنصور شي فيديو هنا في تركيا بوحدي. كاينش مع دارنا ماما ومجدة خارجين وانا بغيت نبقى في الدار وقلت العشيه وملي بغي برد الحال نخرج شويه. دابا عندنا ديك الربعه بحال هكاك قلت نجي هنا لشي ريستو باش نتغدى. صافي ملي جيت اصلا ما فيهش الجوع، يعني قلت غير الا كاينه شي سلطه ناكلها. كيف عارفين دايره الريجيم ما نقدرش ناكل اي حاجه على برا، مازال الا كانت شي سلطه يعني عادي ما فيها حتى باس. وقلت نجلس شويه عاد ديك الساعه نطلب شي سلطه مابقاش دابا. يعني فطرة مع هذيك الجوج ما فيهاش الجوع دابا. انا جالسه وكيف شفتوا في الاول ديال الفيديو هاد البلاصه زوينه كاينه حتى هي في بالك. غادي نجلس شويه ومن بعد ان شاء الله نشوفوا فين غنمشيو. وعارفه راسي غبرت عليكم بزاف، غير سمحوا لي. وكان هاد الايام غبرت ماشي لخاطري، غير هو ما بقيتش كنخرج بزاف كيف الاول. يعني الا خرجت هي كنخرج يعني يوميا خارجه، ولكن كنخرج غير شي كافيه هنا في بالك كل مره فين مجلوقه. كل مره كنمشي لبلاصه يعني ماشي ديما كنخرج على بالك. البارح مشيت للقدريه باش نشوف لي شي غوب ودرت لكم فلوغ اكسيتيرا تجهيزاتي للعرس، لكن ما عطيتوش لكم لحقاش ما كملتش التجهيزات. يعني ما لقيتش داكشي اللي باغا، الغوب اللي بغيت ما لقيتهاش يعني ما شريتهاش، دونك ما بقاو لا تجهيزات لا والو. فحيدت الفلوغ قلت بلاش ما نصدع عليكم راسكم. واليوم ان شاء الله غادي نحاول نفلوغي معكم، وخا صراحة ما عندي ما غادي نفلوغي، ولكن باغا ندوي معكم في واحد الموضوع ماشي دابا، من بعد ان شاء الله غندوي فيه. يلا خليكم معايا. انا يلا خرجت من القهوة دابا بلاتي تيسالي الاذان وندوي. ايوا كتشكر يا درب. قلت لك الاذن عندهم زوين حتى هما كي يعني هضرتهم تما مسقمه في الاذن، ماشي كيقولوا يعني كيقولوا بطريقه زوينه تما بحالنا. اتي دابا قمت في القهوه قلت نتمشى شويه. اتي تبارك الله على منظر، شوفوا منظر خطير. انا غادي نقلب الكاميرا وغادي نوريكم منظر خطير والصوت ديالو خطير. هنا فين كانت ماما ومجدة تكنا وجلسو هنايا، بلاصة زوينة زوينة بزاف. عرفتي دابا مكرهتش ندخل ليه ونتشلبخ، نتوما عارفين خاتكم عزيز عليها تشلبي. شوفو شحال زوينة هاد البلاصة، شوك جزال زوينة يا الله. فنة فنة فنة. وهادي بالك كاتبينها هنا زوينة صراحة، كلشي زوين عندهم هنا. صافي غادي نبقى هنا نشوف هاد المنظر شوية ونتمشى شوية إن شاء الله. ديك الساعة نشوفو الواجهة فين غادي تدينا. يلا بلاتي ندور ليكم كما تشوفو داكشي مزيان. شوفوا هنا كاين واحد الرسام كيشوفك ويرسم راسم هادشي. شوف هادي صارع، هادي وقيلة شي ام وبنتها صارع باينين تركية صغيرة كتبان لك تركية. المهم كيرسمو داكشي الله يسهل عليه. صافي شوفو التمثال. انا جالسة كنتمشى دابا شوية بلاصه زوين تشوك جزاز باندي تشوك جزاز. شوفو لابسه الكسوه زوينه عجبتني تا هي، خديتها من انسوا كيكي ديك النهار. حقك انتو شتوها راه نسيت. ما بقيناش تشاوفنا من بعد ما مشيت من بعد ما قلت لكم غادي نتسارى شويه. المهم تساريت شويه
تلاقيت مع ماما، مع ماما مش تشكري الدرهم، تلاقيت مع ماما مشات تقدي اختي وصافي. ومن تما مشيت باش ناكل، باش نتغدى عند عمو حميد، واحد الراجل السوري كيسم ماكله زوينه، ويعني بحال ديال الدار الماكله ديالو. صافي ملي جلست كناكل، وهي تم جايه ناس صاحبه اختي روسيه، تم جايه تلاقيت معاها صافي. وليت جلست هي كانت نيت جايه عنده جلست تغدات. صافي تغدينا وحنا نوضو، قلنا نتمشاو شويه، وقالت لي اجي عندي للدار. ودابا جيت عندها نوريكم واحد البعير لك صغير بلاتي نشرب كاس الماء، حيت صافي شحفت برد عندي الخبير. شوف هاد البعير اللي كبغي يحمق، تبارك الغزالي يا اختي الزين، فنون. كان قال اشكم، قال مصباح انا كنقول ليه كوجام زوجي، كنقول ليه كوجام، قال كيحمق تبارك الله. حنا دابا جالسين في الدار وصافي، نستريح شويه من تما مشي الدار ندوش باش في الليل نخرج شويه. قال اشكم، قال بان يرم سما يرم. اجدك البسطام يا السيف، بسطام يوك، بسطام يوك، طرا يوك. زيونيت هذي فنونيت. يا غناكلو بارا بارا بارا، بغيتي الفلوس دي اختي لا طماء. انا والخيب والزين، زين ولا طاي كل شي كيف. هذا هو زوجي المستقبلي ياك، بارا يا زك يا زك. مالك يا اختي يا اختي غناكلو. صباح الخير عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم، او بالاحرى كي صبحت انا لحقاش نتوما ما تشوفوا الفيديو حتى العشيه. فالا شفتوه في الصباح صباح الخير عليكم، شفتوه في العشيه مساء الخير عليكم. كيف العاده شوفوا الفرق ديال الوان، شوفوا ان ابيض وان اسمر. المايو كان خاصني نشري مايو حتى لهنا، كنت باغا نشريو كيما لقيتو صدق. دابا عندي خمسه الالوان في جسمي. قلت لكم البارح جيت من عند ناس، جيت من تحتها ما قديتش نصور، راعتي كيفاش قديت ندخل ندوش، راه بيزار والله حتى بيزار. لحقاش كنت من تحتها ديال البيع، وقلت خاصني شي دوش باش نطيح نيتكا ونرتاح. دوشت ومن تما نعست مع العشرة، يعني اول مره كنعس مع العشرة، نعست بكري بزاف، ولكن ما حسيتش براسي وفقت مع 6 ديال الصباح. موالفاش لي انا نفيق مع 6 ديال الصباح، فقت في الاول مع الخمسة ونص، قلت لا ضروري خصني نرجع الناس واحد شويه لحقاش في العشيه معروضين وغادي نسهروا بزاف، دونك خاصني نشبع نعاس. ولكن دابا كنحس براسي بخير، يعني راه نعس 9 سوايع بحال هكاك ولا 10 سوايع. هذا ما كان، كنت في الاول ديال الفيديو قلت لكم غادي ندوي لكم على واحد الموضوع، او يعني غادي نجاوبكم على بعض الاسئله اللي طرحوا عليا بزاف. كاين شي اسئله يعني عادي، وكاين شي اسئله اللي غادي تجيكم في شي شكل عادي. كاينين شي ناس ما عارفينش، حنا كاينين يعني انا عارفه نتوما عارفين، وكاينين بعض الناس اللي طرحوا هذه الاسئله عادي ان الواحد ما يكونش عارف. ولكن اللي عيب هو انك انت ما تبغيش تعرفي، انت ما تبغيش تعلمي. جاني واحد السؤال، انا استغربت في الاول واحد شويه، ولكن من بعد جاتني عادي. لحقاش حتى انا كنت بحال هكاك، حتى انا ما كنتش عارفه، يعني الواحد ملي ما كيكونش مجرب ما كيكونش عارف. سولوني بعض الناس، بعض البنات، عفاك كنزه كيفاش طلعتي الباسبور، الله يستر عليك، راني حتى انا باغا نسافر لتركيا وهادي، وما عرفتش واش يبغيو يطلعوا لي الباسبور ولا ما يبغيوش، وشنو الوراق اللي غادي نحتاج وهادي وهادي. انا صراحه بابا لي صايب لي الباسبور، ولكن الباسبور ما تيحتاجش بزاف ديال الوراق، وزعما ماشي داكشي بالزهر ممكن يطلع لك ممكن ما يطلعش لك. اي واحد عنده الحق يطلع باسبور، وكيتقام عليك ب 10000 ريال، يعني 500 درهم
باش كيتقام عليك الباسبور لا غير. بغيتي تعرفي يعني التفاصيل باش تصايبي الباسبور ديالك، ممكن تسولي شي واحد في العائله ديالك عنده الباسبور، ولا تمشي للمقاطعه وتقولي باغا نصايب باسبور، شنو الاوراق اللي غادي نحتاج. انا كان ممكن انني نفيدك، ولكن انا ما عارفاش صراحه. بابا دابا غادي يكون باقي نعس، حيت دابا عندكم نتوما 8 الصباح، دونك ما كاينش كندير تنسولو، ولكن كتحتاجي وقيلا حاله مدنيه الشهاده دي. المهم انا ما عرفتش التفاصيل، ولكن كيتقام ب 10000 ريال. الباسبور ماشي بحال الفيزا، فيزا اللي كتكون شويه صعيبه ما تقدريش دغيا تطلعيها، يعني ضروري كيخصك يكون عندك الفلوس بزاف في الكونت ديالك اكسيتيرا. ولكن الباسبور اي واحد يقدر يطلعو ويسافر به، يعني لشي دول اللي ما كتكونش فيهم الفيزا. من حقك كمغربيه، كاي بنت، من حقك سواء بنت ولا ولد. يعني انا جاوبتكم على هذا السؤال. السؤال الثاني اللي جاني، كنزه بشحال قطعتي البيه ديال الطياره، وانا يعني الطياره مشيتي فيها واش المغربيه ولا العربيه ولا التركيه؟ انا مشيت في التركيه صراحه. رويال اير ماروك غزاله هي اللي كتمشي فيها اختي ديما، وهاد التركيه حسن من رويال اير ماروك بشويه، زوينه عليه يعني تقريبا كوميم، ولكن تركيا زوينه، فيها بزاف الحوايج زوينين صراحه. انا عجبتني، انا ما جربتش رويال اير ماروك، لكن اختي قالت لي تركيا احسن منها شويه. وبشحال قطعت البيه ديال الطياره؟ في ديك الوقت كانت 6800 درهم، يعني بحال قلتو 7000 درهم. 6800 درهم الواحد انا حطيتها، وماما حطاتها هكا باش قطعنا الطيارة. ممكن بعض المرات تلقايها رخيصة، ممكن كتلقايها غالية. الا مثلا انت غادة الشهر الجاي، حاولي انك تقطعي على المدى البعيد، باش بحال هكا تكون الطيارة شوية نازلة. وحنا قطعنا النيشان يعني من كازا تال انطاليا بلا ما نتخسخو هاد القضية. يلاه دروها جديدة، قالت لينا ديك السيدة اللي تما تيديروها من الصيف للصيف، وصافي يعني احسن حاجة. ديجا حنا ما عندناش اللغة التركية، دونك ما عندناش كيفاش نتواصلوا مع التواركة، وديجا كتلقاي مشكلة مع التواركة، يعني ماشي اي واحد ممكن ينعت ليك ولا يجاوبك، شوية هما حدوديين. وغنتخسخو في اسطنبول ونتسناو عاوتاني 3 سوايع عاد نشدو طيارة اخرى لانطاليا. اللهم نديروها نيشان، والحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. بالنسبة للسؤال الثالث والاخير، كنزة شحال المدة اللي غادي تبقاي في تركيا؟ واش غادي تستقري في تركيا؟ واش غادي تعيشي فيها ولا غير السياحة؟ لا انا حاليا غير السياحة، ما غاديش نعيش في تركيا، انا المغرب ان شاء الله. عندي شهرين هنا، يعني ان شاء الله شهر 8 احنا قطعنا شهر 6 نهار 28، وغادي نمشيو في شهر 8 نهار 30، يعني شهرين قاده انا وماما، وصافي وغادي نرجعوا لبلادنا ان شاء الله. ومن بعد الى كتاب وبغينا عاوتاني نجيو راه غادي نجيو. انا ما كنسمحوا لي طولت عليكم بزاف، ولكن بغيت نجاوبكم على الاسئله ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو عندي في انستغرام ديالي، غنخليه لكم هنا عفوا، وكذلك تابوناو عندي فلاشين الا كنتو اول مره كتشاهدوني، مرحبا بكم. وبالنسبه للناس اللي متابعيني كنحماق عليكم، بيزو كبير عليكم، كنبغيكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جاي، مع السلامه.